ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والحمد لله الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسله إلى الناس كافة قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والحمد لله الذي أخبر تعالى أنه يصلي عليه وملائكته وأمرنا أن نصلي عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى وجه إليكم أمره فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه هي قاعدة الامتثال والاجتناب الامتثال والاجتناب اللذان بعث بهما الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دائران على مقتضى هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقد جعل تعالى طاعة رسوله هي عين طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كما أنه سبحانه وتعالى رتب محبته سبحانه وتعالى على اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولقد رسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا طريق هذا الاتباع الاتباع الذي جعله الله تعالى مشروطاً في محبته جعله شرطاً في محبته رسم صلى الله عليه وسلم طريق هذا الاتباع فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومن المجمع عليه أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ولقد بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الاتباع الذي تتوقف عليه محبة الله تعالى بين لنا
أن أجدر الناس به وأكمل الناس في ميدانه ومجاله هم أصحاب القرون الثلاث، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلينا أن نلاحظ مما ذكرنا أنه لا وجود لمحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا وجود لحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحب الله تعالى، ولا وجود لحب الله تعالى إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وفق قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن نلاحظ أن هذا الاتباع جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة منه هي محل التزكية، ورتب هذه الثلاث إذ قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل اتباع هو اتباع أصحاب قرنه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أصحاب قرنه هم أعظم محبة لله تعالى ولرسوله ممن يجيء من بعدهم. وهكذا أصحاب القرن الثاني بالنسبة لأصحاب القرن الثالث، وهكذا أصحاب القرن الثالث بالنسبة لمن من بعدهم. فعلينا أن نلاحظ هذا المعنى، جادين مجدين في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي محبته، عملا بمقتضى قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. علينا أن نكون جادين مجدين في كل مكان وفي كل زمان، ولا مانع من مناسبات نحشد فيها الحشود لنصرته صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته، وخصوصا في هذه العصور التي يتطاول فيها المتطاولون الأذلاء الحقيرون البغيضون، يتطاولون على جانبه صلى الله عليه وسلم ويعرضون به ويسدون إليه ما لا يليق. لا شك أن ذلك يستنهض همم أتباعه صلى الله عليه وسلم، همم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذ تثور ثائرة الأمة ويحق لها ذلك، إذ يمس من جانبه صلى الله عليه وسلم أو من سنته، إذ تثور ثائرتها، عليها أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة التي قعدناها أولا وبيناها أولا، بمعنى أن ما يكون في ذلك الميدان يكون على وفق ما كان عليه أصحاب القرون المزكى، ولا مانع من أن يكون على ضوء ذلك ما في معناه، لأن الله تعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا شك أن أهل العلم قرروا أن ما كان من الأجناس قريبا مما ثبت له جنس وأصل صحيح، أنه إذا حقق المناع وميز بين ما يعرف بالمصلحة المرسلة وما يعرف بسد الذريعة، وتبينت على ضوء ذلك أرجحية المصلحة على أرجحية المفسدة، أن الحرج منفي في سبيل عمل الخير، الله تعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أردت أن أبين لكم وأبين لنفسي هذا المعنى، ونحن نعيش ما نعيش ونحن فيه إن شاء الله إلى الوفاة من نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإظهارنا لمحبته ولبنا عن جانبه ووقوفنا في وجه كل من يتطرق إلى جانبه أو إلى جانب هذا الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول مخاطباً عباده فيما أنزله من محكم كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويبين صلى الله عليه وسلم، يبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معنى التعاون على البر والتقوى، فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا شك أن التعاون على البر والتقوى هو ملاك وجود هذه الأمة، وملاك حياتها، وملاك قوتها، وملاك وجودها في هذه الدار في الدنيا. فعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتنبه وأن تستيقظ على ما يتحداها ويواجهها من تحديات. عليها أن تلاحظ ذلك التحدي الأعظم الأشد الذي يعيشه قدسنا الشريف، الذي يعيشه ثالث الحرم، ذلك التحدي الذي قد مر له أزيد من 50 سنة، والصهائنة البغضاء الكياب الخنازير محتلون لذلك الحرم الشريف، ومن ورائهم من هو من ورائهم، ولكم سمعنا ورأينا وشاهدنا ما يسدى إليهم من المناصرة والمؤازرة، والأمة الإسلامية كأنها نائمة، كأنها لا تتنبه للشيء. ولقد صدق الشيخ الوالد رحمه الله تعالى بالدهب المصيري يقول في هذا المعنى: فيا أيها الإسلام ما لك خاشعا كأنك لا تحنو ولا تتوجع، فيا عباد الله ما لكم لا تتوجعون، ما لكم لا تستيقظون على ما يسام به إخوتنا المسلمون في ثالث الحرم، على ما يسام به إخوتنا المسلمون في كل مكان من الأمكنة التي لا تخفى عليكم، على ما يعيشونه من اضطهاد ومن تقتيل ومن تشريد ومن انتهاك لحرمات الله تعالى. فيا أيها الإسلام ما لك خاشعة كأنك لا تحنو ولا تتوجع. فعلينا أن نستيقظ من نومنا وأن نتنبه وأن نكون في أفعالنا وأقوالنا حكماء، نعرف كيف نقول ونعرف كيف نفعل. وعلينا أن نكون من قمتنا وقممنا إلى قواعدنا، ومن قواعدنا إلى قممنا، متعاونين على البر والتقوى، متناسين ما قد يكون فيما بيننا من خلافات. نرجو من الله تعالى أن تكون خلافات تنوع يثري ويبني ولا يهدي، نرجو ذلك من الله. على أي حال، ما لا مناص منه مما يكون في أوساط المجتمع المسلم من خلافات، إذا تحداها مثل هذا التحدي، إذا كانت تعيش ما تعيشه من اضطهاد ومن تقتيل ومن تشري لإخوتها المسلمين ومن انتهاك لحرمات الله تعالى، فما لها لا تتعاون فيما بينها وتتآزر فيما بينها، وتكون كلمتها كلمة واحدة، ويكون الفعل منها فعلا واحدة، من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة. على أي حال، علينا أن نعلم أننا ما دمنا في تخاذل وفي تقاطع وفي تدابر أما نعيشه مما يسمون به أعداء الإسلام، نحن في أشد المعصية لله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فعلينا أن نستيقظ وأن نتنبه وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نقف وقفة الرجل الواحد، ونتكلم كلمة للرجل الواحد، ونفعل فعلة الرجل الواحد تجاه قدسنا الشريف وتجاه إخوتنا المسلمين أينما كانوا. وما علي إلا أن أذكر هذا نصيحة لنفسي ونصيحة لكم جميعا، ومن جاءني بخير مما ذكرته قبلته، لكنه لا يمكنه أن يجيء به. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.